الفرقة النحاسية الوطنية تضم حوالي 144 عضو من مختلف الولايات الوطن في 21 ولاية مشاركة. المقاييس هي مقاييس موسيقية والفرقة عندها طموحات. فرقة النحاسية الكشفية الوطنية جاهزة لتقديم أول استعراض. ها هي اليوم ترد بأنغام وألحان جبلية وطنية ومقطوعات من الفولكلور والحركات الإسلامية والتفاعل على نغمات الآلات الإيقاعية والنحاسية. فخرا لك يا منظمة، شباب كله عز إرادة متشفع ومتغذي بالروح الوطنية على خطى أجداده السابقون ومنهاج أسلافه الصامدون من أجل التفني في حب الجزائر. شباب متطوع ذلل كل الصغار. بعد وصول الفرقة النحاسية الكشفية الوطنية أمام مقر القيادة العامة، بادرت الفرقة بعزف أناشيد وطنية حماسية ومقطوعات من الفولكلور لتبرهن مجددا أن اليوم الوطني للكشاف هو يوم مشهود ورمز كباقي الأعياد الوطنية. وكفاها شرفا أن لجنة 22 التي اجتمعت يوم 22 جوان 1954 للتخطيط والعمل على تفجير الثورة، معظمها أبناء الحركة الكشفية. فكشاف الأمس هو كشاف اليوم بنفس الوعود وعهد 1954. فالجزائر وحب الوطن والوطنية شعار هذه الفراعنة وهؤلاء الشباب. ما أروعكم أيها الشباب، ما أجمل هذه العبارات. شباب لا يجحد النعمة والخير لهذا الوطن الذي ترعرع فيه. أين أنت يا بوراس؟ أين أنت يا بوراس لتشاهد وتنظر بنفسك ماذا صنعت وماذا تركت وراءك؟ شباب كلهم عز، ثقة، وطنية وحب لهذا الوطن. جزاك الله عنا خير الجزاء. الله يرحم الشهداء. We'll be right back.
سهل وفرقت لنقدة عنو وولفك كيف سهل وفرقت لنقدة عنو الساعة الثامنة ونصف ليلة. مسيرة كشفية تضم قرابة 1000 كشاف أو أسير جاءت إلى وسط الجزائر العاصمة مقر القيادة العامة لتحتفل وتحيي ليلة اليوم الوطني للكشاف. تتصدرها الفرقة النحاسية الكشفية الوطنية بالسير المنظم وعزف الأناشيد الوطنية، تلك النغمات الجبلية التي تبعث فينا الحماس الثوري باعتبارها أداة تواصل بين الأجيال بمدى تأثيرها المباشر، كما أنها همزة وصل بين جزائر الأمس وجزائر اليوم. هنيئا لشباب متغذي ومتشبع بالروح الوطنية، هنيئا لشباب جعل الفرقة النحاسية حضارة تعتز بها بلادنا بما لها من قدرات فنية في تأدية الأنشودة الوطنية والحفاظ عليها وعلى تراثنا العريق المقاييس المعمول بها وعصرنا في فولكلور بلادنا. هو اللي سعيدة هو اللي ربي أسليهي هو الفك كيف سهل وفرقت لنقدة عنو هو الفك كيف سهل وفرقت لنقدة عنو. الانطلاقة كانت من مقر القيادة العامة وصولا إلى ساحة مركز البريد والمواصلات في أهازيج وهتافات وأناشيد حقا كان عرسا لم تشهده المنظمة منذ سنين. We'll be right back.
وعند وصولي الموكب ساحة المركز البريدي بعد هذه المسيرة، قامت الفرقة النحاسية الكشفية الوطنية بعزف النشيد الوطني والنشيد الرسمي بالكشاف. بعدها مباشرة قامت الفرقة النحاسية بعزف مقطوعات من الفولكلور بالحركات الجسمانية وخلق جو بهيج حميمي ملئه البسمة على وجوه كل الحاضرين الذين تجاوبوا وأعجبهم عرض فرقة تربص 3 أيام أي معدل 36 ساعة. فتخيل عزيزي المشاهد، لو كان تربص 10 أيام أو أزيد فكيف تكون النتيجة؟ لكم التعليق. النشيد الوطني. هنيئاً لكم أبنائي وأعزائي أعضاء الفرقة النحاسية الكشفية الوطنية. أنتم أبناء الحركة الكشفية تعزفون وتنشدون لأجمل راية من صنع الجهاد،
أقول لكم افتخار واعتزاز شباب متطوع تربص لمدة 3 أيام مع قساوة التدريب. شباب شرفهم وفخرهم تصدر كل الاستعراضات خلف الراية الوطنية. وريث الثورة والوطنية أبا عن جد الكشاف الإسلامي الجزائري تبرهن مرة أخرى أنها للنداء مستعدة. فهل يا ترى من المزيد والاهتمام بفرقة النحاسية الكشفية الوطنية؟ والله اللي نسيت عني بالغالية قصنطين قلب وسطيف العالية.